نتضامن انا باش نضامن مع الشعب التونسي <applause> لانه كما قال زياد دبار قال هذه ماهيش حصانه للصحفيين هذه يعني فتح فسح مجال ليهم باش هما ممكن يخوضوا الاشياء اللي اللي عندهم المعرفه والمعلومات باش هم يخوضوا فيها ويعطيوا رايهم يخطئوا يصيبوا مش هذا نقاش جمله تعرفوا راي يظهر المتطرف من حريه التعبير اللي اعتقد مستحيل يكون فما عقوبه سالبه للحريه في امور متعلقه بحريه التعبير مهما كان اللي تقال هذا موقفي. علاش مضامنا مع الشعب التونسي على خاطر اذا صحفيين اللي نورمالمون عندهم هذه القدره بسبب القانون وبسبب التمكن والتكوين نتاعهم والامكانيات التقنيه انهم هم يقولوا المعلومات والراي نتاعهم ورغم هذا هذا اللي يصير لهم فما بالك بالمواطنين اللي لا عندهم هذه القدرات لا عندهم الاطار القانوني نظريا على الاقل اللي هو يحميهم وقاعدين نشوفوا فيه احنا اليوم قاعدين نحكي على تيج الهاني لكن انا ايضا نحكي على برشا مواطنين معز وصلنا المرحله وين تبدا قاعد بجنبك انا كل كذا جمعة التالي عرضني صديق في في الشارع قال لي والله شديد 8 اشهر على 54 معناها ولات حاجه اللي تحكي يعني الانتشار نتاعها مرعب فما ناس ما تقولش راه وناس ما تقولش على خاطر قال لي راني آه شديد 6 شهور طبعا علاش شديد إذن... تشهر بالله عايش خويا ما نحبش نظهر في الاعلام ما نحبش نتكلم مطمئة. ومعروف معناها شخص معروف معناها قال لي ما نحبش نتدخل ما نحبش نرجع ما نحبش نقول لل... اما راني شديد علاش نرجع للتضامن خاطر احنا نش في وضعيه عاديه لا اقتصاديه لا اجتماعيه وباش يزيد فيها الرغبه في التعبير والنقد وخاصه للسلطه الوحيده اللي موجوده واللي هي حقيقيه اللي هي السلطه التنفيذيه في الوضع نتاعنا احنا تو باش نحكي على حاجه احنا قاعدين نحكيو على وعندي حساسيه منها الحقيقه اللي هي تخصيص النيابه العموميه انه هي اللي قاعده تتحرك ولا تخصيص وزيره التجاره، هذه سياسه رئيس الجمهوريه. علاش؟ خاطر هو اللي يحط سياسة الدولة هو اللي يحط الحكومة اللي هي موجودة هو اللي حط مرسوم 54 هو اللي ما حتى مشروع قانون من اجل تنقيح هذا رغم ان شفنا تنقيح نتاع مراسيم كما الصلح الجزائي خاطر كنا احنا في وضعيه نتاع شو اللي باش يصير في المراسيم هل باش ينقحها المجلس ولا لا خلاص هذه فضيناها وفما تنقيح لمرسوم الصلح الجزائي اذا اولويات السلطه اليوم واضحه واللي هي عدم وضع حد يا سيدي نفترضوا فما تجاوز من عند القضاة تجاوز من النيابة العمومية تجاوز من الناس اللي عندهم السلطة هذه السياسية اللي يضع سياسات الدولة ما يشوفش شنو هذه أهمية إذا بالنسبة لي هذه سياسة الدولة نبدأ من غادي فما حاجة أخرى اللي هي موجودة في تونس حتى يعني يظهر لي ما قطعناش معاها اللي هي من, من عهد البيات ممكن اللي هي أنه الحفاظ على هيبة الدولة هذه الهوس بالحفاظ على هيبة الدولة مش عن طريق الإنجاز لهيبه الدوله مش عن طريق ان المواطنين يشوفوا انه والله فما انجازات وتغيير الواقع نتاعي اذا مانيش باش نقدم على خاطرهم هم ادوا الدور نتاعهم. الحفاظ على الهيبه عن طريق تكميم الافواه. اليوم نحكيو على المرسوم 54 انا نحكي زاد على على ارتكاب امر موحش في في حق رئيس الجمهوريه. هذه حاجه فضيحه راه. كل ما يعلو المنصب نتاعك كل ما يكون كما قال خليفه كل ما عندك مسؤوليات وامتيازات تخليك تنجم تمارس المسؤولية نتاعك كل ما المفروض تسمح للناس انهم يناقشوك فيها رئيس الجمهورية عنده حصانة مطلقة راه مطلقة تمشي تخلي حاجة زادة عندها علاقة بارتكاب امر موحش في حق رئيس الجمهورية علاش على خاطر فما نقد للسياسات ولا كلام صحيح ولا غلط انا ما يهمنيش اذا هنا فما عندك سياسة من راسها السلطة موجودة صحيح وزيرة التجارة طبعا ظاهر أن هي تقلقت من الكلمة وما فماش دليل قد هكا وبالنسبة لي تقول لك انا وزيرة التجارة انا مواطنة وتقلقت من الكلمة وانا عندي مرسوم يسمح لي وعندي قانون يسمح لي باني نمشي نشكي بالطبيعة قانون نجم يسمح لك قانون السيء ينجم يسمح لك برشا اشياء انا وزيرة وما ما 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 الكلمة هذه ما, 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 ما في حق وهذا حق, حق يراد به آه باطل اذا طبعا انا معاه حق آه الناس انهم يتقاضوا في كل شيء يظهر لي حتى حد حتى واحد منا في البلاتو هذا ما مسش ما تمش المس بكرامته والا بحياته الشخصيه حتى حد حتى حد هذا لا يعني ان الناس ما عندهمش الحق انهم يمشيوا ويشكيوا ولكن اليوم قاعدين نحكيوا على الشكايه في اطار نقد استخدام الكلام ما ندخلش فيه خاطر هذا سقف بالنسبه لي مخطر جدا ندخلوا فيه وهذه نتيجة أنه أنت كي يبدأ عندك مؤسسات بعد الثورة الهدف منها كان فصل السلطة التنفيذية اللي احنا تاريخيا عمرها ما عرفت الحدود متاعها تاريخين ومازال ممتد هذا جيت تحط مؤسسة الاتصال السمعي والبصري لعل نجم ندخلوا ممارسات تفصل هيمنة السلطة التنفيذية أحب تذكر بأنه الفكرة بأنها كأنها محكمة لصحافين هي المحكمة للصحفيين نحكي لك على كان نحكي لك على آه. هي أي. المحكمة متاعنا أنه المواطن ينجم يمشي لا يقول هذايا تجاوز في حقه تجاوز الجزائري يمشي لان هي بزبط. من تلقاء نفسها تشوف حاجه فما فما قواعد مضبوطه في 116 تقراها وال115 اللي تخلي الناس الكل واضحين رأي الخطايا كانت توصل 200 ألف دينار بيه. وما عملنا لهاش تسقيف خليناها اعطيناها كل الصلاحيات كانت في المحكمه نتاع اليوم ما عادش عندنا محكمه نتاع الصحافيين هذو انه هذا توجه متاع السلطه على خاطر من وقتاش بدا الحد وقصا جناحات الهيكا صحيح من قبل راهو فما مشاكل كبيره صارت انا ضحكت تو عندك نظام سياسي جديد موازين قوى جديدة من الانتخابات وقت تم اخذ الصلاحيات نتاع نتاع الورق هذا كل مربوط ببعضه وراه وهذا نتيجه اراده سياسيه واحده صحيح اليوم وزيرة التجارة هي اللي قامت بهذا وأنا نأكد لك لو كانت وزير التجارة أو كل أعضاء الحكومة لو كان فما طلب من رئيس الجمهورية أنه حتى حد ما يقوم بالحد من الحريات روح حتى حد ما عملها يعني نحكيه على وضعية وموازين قوى احنا شايفين شو اللي صاير إذا فما إحساس بأنه فما إطلاق لليد منين جاي من عرش مانيش باش زاد انا تحت طائله المرسوم 54 زاد فانا يظهر لي لازمنا نرجع للاصل شنو الثقافه اللي قاعدين نكرسوا ليها في وضعيه نعاود ناكد متاع احتقان اجتماعي واقتصادي حتى كان يحب يشوف يغطي عين الشخص <applause> بالغربال وين باش يزيدوا الناس يحكيوا اذا نحكيوا على وضعيه وين كل ما تزيد تحكي كل ما يزيد الخطر وانا اعتقد انه ضمنيا فما محاوله لتخويف الناس باش هما ما يوليوش ينتقدوا ناس اخرين